حياكم الله في أخبار الاقتصاد. ازدادت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف في البورصات الرئيسة ببغداد وكردستان العراق. ازدادت أسعار البيع والشراء في بغداد إلى نحو 149 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، في حين بلغت أسعار الشراء 147 ألفا تقريبا، ووصل سعر البيع في أربيل إلى أكثر من 148 ألفا لمقابل 100 دولار. أعلن رئيس هيئة توسيع التجارة الإيرانية تصدير 74% من السلع محلية الصنع إلى 5 دول بآسيا والشرق الأوسط. وقال حميد زادبوم إن الصين والعراق والإمارات العربية المتحدة وتركيا وأفغانستان شكلت الأسواق 5 الأولى للصادرات الإيرانية في الأشهر 3 الماضية باستيراد 74% من إجمالي السلع المصدرة إلى الخارج. وأضاف أن حصة العراق بلغت 2,343,000,000 دولار بعد أن ازداد حجم الصادرات إليه بنسبة 58%. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض صادرات النفط العراقية لأمريكا لتصل إلى معدل 182,000 برميل يوميا في الأسبوع الماضي. وذكرت الإدارة أن متوسط الاستيراد الأمريكية من النفط الخام في الأسبوع الماضي من 8 دول بلغت 5,135,000 برميل يوميا، منخفضة بمقدار 944,000 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6,790,000 برميل يوميا. وأضافت أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا في الأسبوع الماضي جاءت من كندا، تلتها المكسيك ثم السعودية وبعدها نيجيريا. أعلنت وكالة رويترز أن كبار المنتجين في أوبك بلاس توصلوا إلى اتفاق مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى شهر كانون الأول المقبل وتمديد الاتفاق حتى نهاية عام 2022. وأوضحت أوبك أن تحالف المؤلف من أعضاء للمنظمة ومنتجين مستقلين سيجتمعون لإعلان آليات التعاون. يأتي هذا التطور بعد أن توصلت السعودية والإمارات إلى حل الخلاف عن سياسة أوبك بلس في خطوة من شأنها أن تمهد السبيل لاتفاق حول ضخ مزيد من النفط الخام لسوق النفط وتهدئة الأسعار المرتفعة. انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية بنسبة 0.17% لتصل إلى 31,631 دولارا وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج. وقد تقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 2.14% إذ يتم تداولها بين 31,186 دولاراً و 31,947 دولاراً، وقد انخفضت بنسبة 51% عن أعلى مستوى عند 64,870 دولاراً الذي وصلت إليه في 14 من شهر نيسان الماضي. نهاية أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.